مستمرين مع اخبار النادي الاهلي، وفي اعقاب فوز النادي الاهلي امبارح على النجم الساحلي بنتيجه 6-2، اداره الكره بالنادي الاهلي بتقرر صرف 20,000 جنيه لكل لاعب بعد الفوز على النجم. هو المكافاه $1,000، ما يعادل 20,000 جنيه، وبصراحه هم يستحقوا اكتر من كده. اداء ولا اروع، اداء ولا احلى. والاداء ده يا جماعه مش عايز يخلينا ننسى حاجة مهمة جدا، النادي الأهلي كان بيلعب لقاء امبارح أمام النجم الساحلي اللي كان مغلوب منه 2-1 في لقاء الذهاب، وهو معهوش أحمد فتحي، معهوش حسام عاشور، معهوش عبد الله السعيد. يعني ثلاث لعيبة، ده غير الإصابة الاضطرارية اللي حصلت في أول اللقاء لصالح جمعة، فغيابات تهد أي فريق وتهد معنويات أي فريق، لكن بالرغم من ده لعيبة النادي الأهلي رجال وقدروا يعوضوا أي غيابات ويفوزوا بنتيجة تاريخية واستثنائية.